كيف بدأت قصة أرض زيكولا. كان يعتقدون أن السرداب مسكون ومن يدخله لن يعود أبدا. ودخل الفتى إلى السرداب ليكتشفه ويرى ما يوجد في داخله، ووجد نفسه في أرض أخرى، أرض غريبة تدعى زيكولا. فدخل إلى القرية ولم يكن يعلم بالقواعد، ووقعت في حبه طبيبة زيكولا. لتبدأ من هنا حكاية أرض زيكولا الخيالية.